حد كده؟ الحصان طقق. حاضر. كنا 800 حلقة بنجري نشتري كحولات ومطهرات عشان نأمن نفسنا، دلوقتي بقينا 8000 حلقة وبنجري نشتري هدوم وكنافة من مانجا. هو فعلا في كنافة من مانجا ولا أنت بتتريق؟ أه يا عم في لسه واكلها امبارح في عزومة من كام يوم. يعني دي بتسوقها عصير مانجا بدل الشربات ولا بيحشوها مانجا بدل المكسرات؟ لا يا عم مفيش الكلام ده، هي طبقة كنافة وطبقة كريمة وطبقة مانجا متقطعة، المهم سيبك أنت من الكلام ده، دول سندوتش مكسرات بالحوادق. ستر يا رب. منبهر منبهرش. امبارح اخويا امبهر.